السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم حبيت أتحدث حول الهافال F6. معظم اللي يريدون يشترون هاي السيارة يتجببون إنه خاف مو زينة، خاف بالنسبة إلى تجربتي على هافال F6 خلال سنة كاملة. أنا أخذتها بشهر 11 بال2018 وسحنا بشهر 11 بال2019. السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن، من ناحية إمكانيات كرزانة، متانة، استجابة، سرعة، من ناحية مواصفات فحدث ولا حرج، وكل التقنيات اللي بيها يا أما ألمانية يا أما أمريكية، وإذا كانت صينية فهي تقنية ألمانية ولكن صنع صيني وبجودة عالية. تحط جلود عندك، هند بريك إلكتروني، جير دبل كليتش، محرك 2000 جي دي آي توربو نشط، وضعيات قيادة 3 فعلية، شاشات عندك 2، ولا عيب على الشاشة الوسطية انها ما بيها اندرويد اوتو او ابل كار بلاي، بس ها عندي ماخذ الها. نرجع، هل تسوى اشتري؟ بالنسبة الى احنا سوقنا العراقي، اذا كنت مو بيع شراء، يعني اذا تشتريها تجنيها وتبقى عندك خذها، سيارة كلش حلوة، مو خسارة سعر بيها ولا الفلوس بالنسبة للمواصفات والراحة اللي حتاخذها بيه. ولكن اذا كنت انت بياع شراي ما تبقى على السيارة فترة طويلة، يعني سنة سنتين، فما انصح بها لانه لحد الان هي جديدة على السوق. بالنسبة الى الشمال قاعد تنباع بكثرة وقاعد تنتشر بشكل ملحوظ بكردستان العراق، ولكن عندنا احنا هنا ببغداد محافظات جنوبية بيعها بطيء، لانه يقول لك ها صيني، ما يدري انه صيني ولكن درجة اولى بتقنيات المانية امريكية مختلفة مثل ما بينت. يعني تشوف فيها كلها جلود عندك، ماكو منطقة ما تكون شيء اذا ما تكون سوفت ناعمة، يا اما جلد او بلاستيك مغطاة بجلد. عندك شاشة امامك وشاشة هنا، عندك ايرباقات فوق تجيك، بانوراما تجيك، فكل الامكانيات عندك، ومحرك نشيط، استهلاك بنزين متوسط. فهذا اللي حبيت تجربته. بعضهم يقول لك اخذ H9 قاعد تنعرض للبيع وغيرها، شفت انا بالجروب هواي كلام حول هذا الموضوع. بالنسبة الى H9، H9 سيارة اكثر شيء مخصصة يا اما للطرق الوعرة او طرق خارجية، تكون دفع رباعي جبارة بالاوفرود، كذلك يمدحون بها، شفت هواي ناس يمدحون بها عندك عن تجربة، يتحدثون من ناحية رزانتها والرساوة بها. ولكن H9 تحب بنزين محسن صافي، لأنه التربو بيها دبل فراشة ونسبة الضغاط مالته عالية، هو نفس المحرك الموجود بالH6، نفس المحرك الموجود هنا أنا عندي بالH6، ولكن نسبة الضغاط مالته أعلى لأن توربو بيه دبل فراشة، فلاح يحتاج إلى جودة بنزين أعلى. فمعناته إذا تأخذها حسب حسابك أنت إنها تحط فقط بنزين محسن، لا تقدر تكاسر ولا تقدر تحط بنزين عادي مثل عندك الH6 اللي هي مخصصة تكون دائما دفع أمامي ما بيها دفع رباعي. وهذا أظن أنه أخذ عليه مأخذ، حطوا في النسخة اللي يريد يأخذ دفع رباعي خلي يأخذ، حتى لو فد مبلغ بسيط، أنه بس وفر أوبشن أنه يبقى أكو دفع رباعي مثل باقي المنافسين الكوريين أو اليابانيين اللي يقارنوا بها نفس الفئة. فالH9 مخصصة هناك، فبعضهم على مشارط البنزين، ولكن كتجربة سيارة جبارة. بالنسبة يقول لك قطع غيار، ما قطع غيار شو اسمه، مثل ما تلاحظون موجود، كنا نعرف في الجروب انه قطع غيار متوفرة بالشركة، واذا كان عندك عندهم صيانة وين ما تعطل عندك مجرد خابرهم هم يدزون سيرفس عندهم المكان انت، فهي متوفرة. واذا يقول لك عندك اسعارها غالية نسبيا، انه نقول لك القطع غيار اصلية، يعني انت متبدل قطعة غيار اصلية، انت تفكر منها عندك على مدى 3 سنوات الى 5 سنوات ما راح ترجع تبدلها. اعرف ولا صاحبنا عند هافال H6 2016 اللي محرك ميتسوبيشي تجي جير 4 سرعات، فقلت له شنو رايك بالسيارة؟ كان يقول جبارة عندي، ما عانيت منها اي مشكلة، تبريد ثلاجة عندك، مواصفاتها كلش حلوة. قلت له عطلت عندك؟ كان يقول عطلت عندي مرة واحدة بعد 3 سنوات ورا ما انتهى الضمان مالتها،
قاعد وقفت عندي، قام يخربط الماكينة وتعتعت وش اسمه ووقفت. قلت له سويت؟ قال خابرت الشركة، قال راح ندز لك صيانة. يقول بعدها حاولت بيها اشتغلت السيارة، اشتغلت. فمن اشتغلت يقول عندي خابرتهم، قلت لهم لا تجون انا جايكم للشركة. من اخذوها اخذها السيارة وداها للشركة، طلع بيها مجول واحد واقف وبدل بلكات. هاي ورا 3 سنوات من اخذها 2019 يمودي 2016، بدل بلكات ومجول، ولحد الان سيارة ماشية وطبيعية كلش، خاصة ان هي محركها سيوبوشي فيديرها فقط بنزين عادي وصار السيارة. فهي من ناحية الجودة ومن ناحية الميكانيك يعني لا اشوف خلال هالسنة وخلال اللي سألت عنهم ما عانوا اي مشكلة من ناحية عطلات او من ناحية قطع غيار، كشركة موجودة ضامنتها. ولكن يبقى عندك ما بعد البيع، سعر ما بعد البيع انت لازم تاخذه، تعرف نفسك ان انت جناي الى ان تثبت السيارة نفسها ووجودها، يلا تقدر تبيع، لانه بيعتها مو سهلة مثل سيارات الكورية او اليابانية. ولكن بالمقابل انت اذا تاخذها راح تحصل على جودة اعلى من ناحية الجلود، من ناحية الفخامة، من ناحية الشاشات، من ناحية المواصفات، من ناحية الرزانة، المتانة، كلها راح تاخذها جودة فرق كلش كبير من السوق سيارة هافار او اي سيارة كورية او يابانية اخرى، من ناحية عزل، من ناحية الرزانة مال السيارة، من ناحية تحس. واذا تقدر موجودة الشركة عندك احنا بالنسبة الى بغداد بالنهضة، تقدر تروح تشيك تاخذ تيست درايف كلش طبيعي، عجبتك عجبتك، ما عجبتك تقدر تاخذ غير شيء. طبعا هذا لا اعلان ولا تسويق، ولكن دا اعطيكم انطباعي وتجربتي خلال سنة كاملة، لان اكثر من مرة ينسأل هذا السؤال على الجروب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.